السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير وبصحة جيدة ان شاء الله. بصوا بقى، انا النهاردة بفتح التلاجة لقيت عندي خوخ، طبعا اتاكل منه كتير، فده لقيته استوى وخلاص. يعني ما يعني بصي، الخوخ طبعا عارفين ان روحه صغيرة جدا جدا جدا، فده يعتبر استوى كده، فمش هينفع يتاكل وهو مستوي كده. تمام، هينزل ميه بقى وبتاع وكده. فطبعا انا بحبه عصير جدا، يعني معروف عصير الخوخ حلو جدا جدا، فانا هعمله، هحط عليه سكر وهحطه على النار من غير ميه من غير اي حاجه، بس هسيبه مثلا شويه كده يرتاح بحيث ان هو ينزل ميته بالسكر، وهحطه على النار يغلي ويغلي كام غلوه حلوه كده. هو مش هعمله كومبوت، كومبوت ده لو هو صغير وناشف هعمله كومبوت ساعتها، هخلي ويتاكل واحده واحده، لكن ده كده كده مستوي. فانا هحط عليه كوبايه سكر، يعني كده ارشها عليه كده كده، واسيبه لما هو ينزل ميته كفايه، حتى مش هحط الكوبايه كلها، شلت حبه. لما ينزل ميته منه فيه كده، هو ترفعه على النار ويغلي كام غلوه ويهدى يبرد، هروح جايه شايله منه النقع، وهتشوفوه وانا بشيل منه النقع، وسهل جدا جدا، مجرد ما بيغلي كده وتشيلي النقايه في ساعتها بيطلع، ويتضرب عصير ويتحط في التلاجة وتفرجي عليه. ممكن تحطي معاه اي عصاير تانية، تعملي ميكس بالخوخ معاه اي حاجة، برتقان مثلا، لكن جزر لا، يعني برتقان كنت بحط اي حاجة عليه، بيبقى حلو جدا جدا بفعل. تشربي كده العصير بتاعه تحس انه بيرد الروح. فتابعوني لاخر الفيديو، انا كل اللي انا هعمله هحطه على النار وهتشوفوه باذن الله، وتابعوا معايا الفيديو لاخر الحاجه ان شاء الله. وادي الخوخ اهو وهو على النار، بصوا بنزل ميه من غير ما احط له ولا نقطه ميه، مجرد السكر بس ما حطيته، نزل ميته كلها. انا اسيبه بقى يغلي كده شويه طبعا، لغايه ما احس ان دخل في السوى خالص خالص، يعني خلاص كده، عشان اقدر اشيل البذرة منه بسهولة جدا. اهو شايفين قدامكم اهو ريحته بقى، مش قادرة اقول لكم على الريحة وهو بيغلي على النار بصراحة. انت تشقله بتعمليه عصير، اللي محب شكل الخوخ كده ياكلوا عصير كمان، بيبقى حلو جدا جدا. اهو بعد الخوخ ما استوى كويس جدا جدا، بص نزل ميته عامله ازاي، دي مش ميه، ده اللي نزل من قلب الخوخ، بص جماله اهو. هيبرد بقى كده واشيل النقل اللي فيه، بس اسيبه يبرد اهو، بس بنوريكم بس الميه اللي نزلت منه تحفه بجد والله العظيم. ثلاثه وجربوه اهو، ده غير الكومبوت. الكومبوت بيتعمل الواحده بوحدتها وبيستوي زي ما هو، ولو طريقة تانية ان شاء الله هبقى اعمله لما اجيب خوخ تاني ناشف ان شاء الله، بيتعمل الناشف، لكن ده عشان مستوي فده يتعمل عصير. وبعد الخوخ يا جماعة ما برد اهو، بس النقية بتطلع بسهولة ازاي، خلاص كده اهو النقية بتطلع معايا بسرعة. شايفين منتهي السهولة ان هي بتطلع اهي. اخلص بقى النقع ده كله انا كده، انضفه من العظم بتاعه اهو كده اهو، سهلة جدا مع الغلي والغليان بتاعه كده اهي، هنضفه مع بعضنا نشوف ان شاء الله. بعد ما نضفت الخوخ من العظم بتاعه والقش كمان كله طلع معايا في منتهى السهوله اهو، القش اهو طلع معايا في سهل جدا جدا اهو، العظم والقش طلع، وبقى معايا اللحم هنا بالصوص بتاع الخوخ نفسه، دي مش ميه، ده الصوص بتاع الخوخ نفسه، هحطه في الخلاط وهضربه وشوفوه.
ادي عصير الخوخ بتاعنا اهو، حلو جدا جدا بجد، هيعجبكم قوي قوي اللي عنده عصير، اللي عنده خوخ مش يعني مش ناشف وطرى معاه وكده، حرام ان هو مثلا يتخلص منه. كنا زمان نقول هنعمل ايه بالحاجات الطريه دي، مش عارفه ايه، وبنقرف ناكلها وكده، لكن لا حرام انها تترمى. اهو احلى عصير، حلو جدا جدا، وجربوه هيعجبكم قوي ان شاء الله. واللي عجبه الفيديو ان شاء الله كده يعمل لي سبسكرايب ولايك وشير وكومنت حلو منك وكده ان شاء الله. استمر بيه، الكلام بيبقى حلو جدا كده وبيدي حافز، ودايما كده مشجعاني مع وصفات ماجي حسن. الى اللقاء، تحياتي.